تصير تخزين الكنكر، تخزين الكنكر. تخزين الكنكر، وهذه بعدها تعتبر من سلوكيات التربية. اي وعندك انت دائما اي مربي نروح له، نعم، خاصه يربي حمام ولا دياي، يقول كنكر وتنفس. نعم. هل انت عندك العلاج لهم؟ عندك شيء خاص فيهم؟ والله شوف، هي العلاجات بالنسبه للعلاجات شركات كثيره، وفيها اللي اثبتت جودتها وفيها اللي ما اثبتت جودتها. أيه. لكن المربي الناجح واللي مهتم بطيوره ما يعطي فرصه للمرض. ما يعطي فرصه. ما يعطي فرصه للمرض. يعني مثلا تقدر تقول احنا بس احنا نعطي بس علف وكلس وماي، هذا اللي نعرفه يعني. من عرفنا الحمام هذا. صح صح. في شيء ثاني اسمه تغذيه تكميليه. اللي هي؟ اللي هي مثلا تقدر تقول تضيف خمائر حق الطيور. مثل خمائر بشنو؟ تنضاف بالاكل ولا بالشرب؟ بالاكل. بالاكل. في بالاكل وفي يعني مثل خميره البيره هذه فيها فيتامينات، فيها خمائر حق مع الطير ما مع الطير، يعني تحافظ على الجهاز الهضمي. وبالنسبه للكنكر، الكنكر مثلا خل التفاح. خل التفاح. اي تكون مستمر عليه، يعني مو اذا الطير مرض تعطيه خل تفاح، لا تكون انت شغال عليه، يعني مثلا ندخلهم نقول بين بالشهر مره. لا شوف، بالشتاء مرتين بالاسبوع. اي وبالماي؟ بالماي. بالماي. اي بالشتاء مرتين بالاسبوع وبالصيف مره بالاسبوع. إيه لانه شوي حار ثقيل. اي اي. وبالنسبه للخلطات الثانيه، انا عندي خلطه يعني اسويها، اعطي كمون، مو كمون عفوا، كركم ودارسين وينسون وبصل وثوم واملاح وروب، اخلطهم. هذه خلطه لازم كل اسبوع اعطيها طيور. هتخلطهم مع الاكل؟ مع الاكل. مع الاكل. اي مع الاكل. طبعا كلهم معيارات. اي كلهم لهم معيارات طبعا، على حسب كميه العلف ابيتها يوم. هذا حق الكنكر نقول. هذا حق الصحه العامه. الصحه العامه. الصحه العامه، انت لازم تحافظ على الصحه العامه عشان ما يجيك الامراض. ما شاء الله اكثر المربين يقول لك انا اسوي خلطه واسوي كذي، يعني ان شاء الله انت بالمستقبل راح تسوي هالخلطه وتبيعها. والله انا مو البيع يعني. أيه. اللي يبي اعطيه المعايير ما عندي مشكله. أيه يعني عرفت؟ حاضر، ما عساك على القوه بالنسبه لهذه. هذه بالنسبه للتغذيه التكميليه. أيه. الفيتامينات لازم تعرف متى تعطيهم، يعني اوقات الفيتامينات معينه. وحتى لو انت سبحان الله صار عندك مرض، اي مرض، سواء كنكر، تنفس، سلمونيلا، الامراض المعروفه يعني، لا تستمر على علاج واحد. شلون يعني تقدر تكسر يعني فيهم؟ يعني مثلا شو اقول لك الحين؟ عندك الحين مثلا كنكر، حلو، يلا الطير كنكر، تعطيه مثلا شركه فلانيه، حلو، تعافى الطير. بعد فتره من الفترات مرض الطير، لا تعطيه نفس الشركه، اعطى كنكر بس شركه ثانيه. اي إيه. لان في مركبات يعني نفس الوظيفه بس انها مختلفه، يعني هي نفس الاداء نفس الوظيفه بس انها مختلفه التركيبه. فيمكن مرات على كثر العلاجات تعطيه يكتسب يكون نفسها، يكتسب، لا هو يكتسب مناعه من العلاج. اي صح، مناعة من العلاج. صح. يعني مثل يقولك لا تكثر المضادات الحيوية، لا تكثر المضادات الحيوية، تضعف المناعة عندك. عشان كذي تغير. والمضادات الحيوية أنا والله ما أنصح. يعني في بعض الناس يقولك إذا تغير الجو عط مضاد حيوي، تنفس، عط ما أدري شنو، عط ما أدري شنو. هذا كله يلعب بالأجسام المضادة. يعني يخفف الأجسام المضادة بشكل مو طبيعي، يضعف مناعة الطير. هو صدق يعالج الطير، بس في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة بجسم الطير. المضاد الحيوي يقتل البكتيريا النافعة والضارة كلها مرة واحدة، كلها، فيصير الطير أرض خصبة لأي فيروس. اي صح. اي مشكلة. فأنت شلون تعطي؟ ترد عليه تعطيه من الخمار اللي أنا قلت لك عنها. أيه. في شركات وايد وأنواع وايد، ومنها الروب. أسهل شيء الروب. أسهل شيء الروب إنك تعطيه. هذا بالنسبة للتغذية التكميلية. وطبعا وقت الإنتاج غير، عزل النتائج، عزل الفحول، تجهيز الفحل حق النثية وتجهيز النثية حق الفحل. يعني مثلا الحين انت تنتج، اهم شيء انك تراعي النثيه خصوصا بالبيض، تراعيها بالكالسيوم. تراعيها بالكالسيوم. بالكالسيوم، لان تكوين البيض يعني اكثر كميه من تكوين البيض الكالسيوم. ففي حبوب معينه مثلا والبي كومبلكس. وهل هو الطير يعس ولا؟ والله شوف، البلندنيت يعني هو ما في طيور حسب المستوى. حسب المستوى. طبعا يعني على قولتهم الهاي كلاس يسمونهم، الشيء الغوي، ما يعسر فروخ، يموتون اصلا، حتى فروخهم يموتون بالحضان. ايه ما يلحقون عليهم حتى العساسات. ليش؟ هل انه الهاي كلاس وقوه التركيز فيه؟ يعني منقاره يكون قوي، فكه قوي، مرات تكون مناعته ضعيفه، مرات انت تكون سبحان الله ارتباط بينك وبين نفسي. ايه صح. تقول لا ابي هاليوز هذا بنتج منه، بنتج سبحان الله يموتون. ايه واللي يما ينتج، واللي يما ينتج ومريح واموره طيبه. ايه. بس افضل شيء انا عقب تجربه يعني الحمد لله، انا انتج بطنين ازرقهم، البطن الثالث اخليهم يعسون. لان هذه يسوي دوره امومه، لازم الحمامه تعيش دوره الامومه، هذه شغله فطريه. صح. فليش تحرمها منها؟ صح. لان حتى هي دوره الامومه هذه تعطي حنيه للطير، تعطيك فن تعامل مع الطير. بس في بعض الناس يخلونه
اذا خلاه اللي هو الفتره الثالثه يموت الفرخ. لا ما يموت، مبلل اكثر اللي المربي اللي قالوا لنا يقولوا له كذي، وانا شخصيا صارت معي وايد. نعم انا اقول لك اول شيء انت لازم تعرف شنو تعطيه. لازم ترفع نسبه البروتين، حلو، في تغذيه حق البروتين. ثالث شيء انت لازم تساعد الطير، الطير هذا هو ضعيف خلقيا بالعس، حتى عياله انت لازم تساعدهم بالعس. يعني في وجبات انت لازم تعطيهم، مرات تشوفهم معسين عدل انت تعطيهم تغذيه، انت تغذيهم. انا في بعض الفروخ انت جمعنا من يكسر اشيله احطه بحضانه بروح انا جابله، انت جابله اي ما حتى الاساس ما اخليه عسه. انا جابله اغذيه، هو المفروض يتغذى 3 مرات باليوم يعني اقل شيء الفرخ. الفرخ اي، فعشان كذي انت لما تعطيه الوجبه غذائيه كامله تعطيه التكوين الجسماني كامل، ما يطلع لك مدعول، ما يطلع لك ضعيف، ما يطلع لك بنيته يعني خفيفه، ما يطلع لك ان الطير يعني قابل للامراض صحيا من داخل مو نظيف. فلازم انت تعطي وجبه تكميليه كامله، لازم تراعي الشغله هذه. هذا الشيء المهم بالتربيه يعني. ما شاء الله ابو خالد عندك معلومات حلوه. أيوة بس اذا بنتكلم فيها ما شاء الله ما راح نخلص. الله يطول عمرك. بس نقطه اخيره بالنسبه للفروخ الصغار، من عمر 21 يوم لازم تعطيهم كالسيوم لمده اسبوعين. من عقب 21 من يوم. عمر 21 يوم تحت الحضانة. هو ايش كثر يقعد تحت الحضانة؟ هو تقريبا يعني انا اطلعهم مبكر والله. انا شهر اطلعهم. شهر بس هو يعني اوريدي اغلب الحمام 40 45 يوم يطلع بنروح حياة. انا بنشوفهم يطقطقون اطلعهم. وطبعا مع مراقبة. ايه. هذا بالنسبة لوضع الانتاج و ما شاء الله عساك على طول. نبي نتكلم الحين، نبي ندش على البطولات ما شاء الله. شفنا هالكوس وهالدرع وشاركت برا الكويت وداخل الكويت. بالبدايه كلمنا عن البطوله اللي صارت بالكويت وشنو تجهيزك لها. شوف اول شيء انا شاركت بس بالكويت، ما شاركت برا الكويت. مش ما شاء الله انا شفنا انا شفتك بعمان كنت رايح. انا والله تقدر تقول زياره، تبادل زيارات ما تبادل زياره، بس ما قصروا والله يعني ربعنا بعمان اهدوني تكريم من تستاهل لانك ما شاء الله على المعلومه هذه. انا ودي اهديك درع على المعلومات اللي قلتها. وجودكم كافي الله يسلمك يرحم والديك. بالنسبه لبطوله الكويت ما شاء الله تبارك الرحمن، انا قاعد اشوف اقبال الشباب بشكل مو طبيعي، والناس متحده وعمل جماعي وكواليتي طيور قاعد ينزل شيء حلو. اي ما شاء الله. والناس قاعد تثقف في البطولات هذه، ثقفتنا خلتنا نبحث شنو العيوب شنو ما العيوب. والناس يدعمون يعني الحكام قاعد تدعم. الحكام قاعد تدعم. المربين قاعد يدعمون بعض. يا اخي في روح حلوه، في روح رياضيه حلوه ما شاء الله. في روح حلوه يعني كان من قبل المعرض هم مبلشين ويلا وشفنا حضور طيب ما شاء الله تبارك الله. حضور قوي قوي حضور. وشنو تعقيبك على هالبطوله؟ والله بالنسبه لي من انجح البطولات. انا شفت يعني تقريبا مو كل بطولات الخليج، بس يعني تقريبا شفت تغطيات كامله يعني شفت. أيه. من انجح البطولات ويعني واصعب البطولات بطولات الكويت، يعني خاصه عندنا بطير بلندين اذا بتاخذ مقياس اخذها على الكويت، لان في منافسين يعني شرسين ما يعطونك فرصه. أيه. بالعربي يعني. اي ما شاء الله في طيور عالميه شاركت البطوله اللي طافت، يعني في طيره فايزه باوروبا شاركت وياها يعني. فايزه ماخذه شامبيون باوروبا، لكن الحمد لله الله قسم وخذينا احنا الشامبيون. ايوه اي ما شاء الله السنه طافت انت خذيت الشامبيون. ما شاء الله يبارك فيك. يعني تستاهل. ولما خذيت الشامبيون انا بعطيك الشامبيون على المعلومات. بالنسبه لتجهيز الطير، تجهيز الطير ترى صعب يعني وسهل. ايه صعب وسهل. الناس تاخذه من الخانه تهده للمعرض يلا. هذا غلط. لازم تعطيه تقريبا فتره ما اقل شيء 3 شهور. اقل شيء 3 شهور. تعزل النتي عن الفحل. تخلي الطير يبدل براحته. تنتف انت من يعني قبل المعرض ب 40 45 يوم تنتف الريش اللي ما تبيه، الريش المتكسر، تعالجه من دود، تعالجه من امراض، تعالجه من اشياء عامه. يعني تعطي طير جاهز كامل من نظافه من ريشه من هيئه من كل شيء، من منقار هم من كل شيء كل شيء. لان الطير بروح انت تشتري طير قوي، اوكي انا اشتري طير قوي او انتج طير قوي، بس تعال الطير بروح ما يسوي شيء. ما يسوي شيء المربي لازم له بصمة. لازم انت تجهيز اي لازم له بصمه، لازم له شيء بالموضوع المربي. هل يكون علف معين شيء معين؟ والله شوف هو العلف انك ما تغيره، ما غيره ما تغيره العلف، بس تعطي اضافات. اضافات يعني مثلا وقت التشليع تعطي تضيف عليه شغلات بروتين، ترفع عليه ترفع عليه الكلس والمغنيسيوم والسوالف هذه، يعني شغل الاملاح ما بشكل عام عشان تعطي ريشه صح وتعالجه من الدود والقمل عشان ما تطلع الكريش نتف تعبان. احنا بطولتنا شهر 2. شهر 2 نعم. ايه انت تجهز تقريبا من تقول من شهر 11-12 تقريبا. انا اجهز 10 شهر 10 ان شاء الله. تبلش تعزلهم. ايه حلو. انا من الحين عزلهم ما ركبتهم. ايه. انا للحين يعني. ايه.
بس عندي عند اليانج عندنا بطولة اليانج انا والله لحد الحين من عازم من عمرهم معزولين صابتين الطيور وجاهزين وهذا بس الحين مركبوا الحين عشان الطير سبحان الله اذا كان حار ينزل شاد مو مرتاح صح ينزل الطير ينزل شاد مشدود هذا وكثرة الانتاج هي اصلا تجهد الطير نعم سواء انت اذا بتشارك او متشارك نعم يعني نعم. لازم بين فترة وفترة ان نقول احنا نفصل الفحل عن نثية عشان انهم يرتاحون شوي وترد تركبهم حتى انت بجمالك من الطير تشوفه جمالك حلو صح عدل نعم عدل نعم. كلامك عدل كسؤال اخير اخوي ابو خالد نعم شنو تنصح الشباب لما بيختارون الحمامه نعم ويكون ونقول مو تجهيزهم حق البطوله يعني ان انت تجهيز الطير يعني ومراعاه كاقتناء يعني كاقتناء انا رايح انا الحين مثلا انا احب الشمسي احب فوطه اليوم يمكن انت من عقب لقائك انا حببتني البندلي الله يرحم والديك اي والله العظيم تكلم جد طول لي عمرك حلو فشنو بتنصح الناس اذا بيروح هو يختاره نعم وشنو وانك كتجهيزه حقه نعم. كسؤال اخير نعم شوف بالنسبه لاقتناء الطير اول شيء لازم انت تعرف الطير تعرف شنو الطير تعرف المواصفات وما تشتري بسرعه لازم تمر فلان 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 فلان, فلان. هذا ليش الطير كذي هذا ليش كذي بس في شغلات يعني اساسيه لازم تراعيها بوقت الشروة ما تاخذ عيوب يعني مرسسه او عيوب بعدين انت يعني تاصلها عندك مثل الورده ماكو ما اخذ طير اللي الورده اللي والله بالصدر والله انا اي لو انا شنو مستوى ما اخذه ليش لان هذا خلاص راح يتاصل عندي بعد فتره يعني مثل تاخذ طير ما في ورده نثي ما في ورده تركبهم على بعض خلاص ضاعت الحسبه كلها ما اخذ الاجسام الطويله حيل ما اخذ الخشونه القويه اخذ جسم قصير ملموم لان ابعاد الجسم 9 انش 9 انش 9 انش 9 انش هذه مذكوره اخذ طير ناعم ومرتب في ضخامه راس في عرض صدر في وقفه صح ما اخذ طير مهدل ما اخذ طير سيقان اضعاف حيل واعرف اللون اللي انا بتخصص فيه يعني انا متخصص باللون اليلو ارجنت اي ما شاء الله اليلو ارجنت هذا من اصعب الالوان يعني السنه هذه لونه حلو السنه اللي وراها لونه خلاص باي باي تبدا انت اللي مختص فيه وبيك الهاوي اللي حاب اللون حاب اللون انت لازم تعرف شنو تركب يعني شلون تحافظ على الليس ما تدخل عليك البيض يعني انا بالاصفر ما اشتري طير فيه بيض وايد ما اشتري طير فيه يسموه لايت ليس يعني ما في ليس ممسوح ايه لازم اخذ لي مثل درجه الاورنج البلاك نفس الشيء الاسود ما اخذ لي اسود غاتم كامل ما في نكشه ليس يعني في طيور فيها عيوب ان شاء الله راح الليس اللي هي المنقوشه النكشه أيه. الليس يعني في شغلات يعني لازم تكون عين المربي شبكيه يشوف من جميع النواحي ما تصير عنده عاطفه مع الراس ما تصير عنده عاطفه مع الجسم ما تصير عنده عاطفه لازم اخذ صفه عامه الصفه العامه الصفه العامه الصفه العامه ما اخذ عيوب مؤثره بس هذا حبيبي يا ابو خالد الله يرحم والديك على المعلومات القيمه الله يطول وان شاء الله اذا صار عندنا وقت بني ناخذ وياك لقاء صغير الله يطول كتجهيز حق البطوله انا حاضر لاي مربي وانا ترى يعني على اخوهم الصغير الله يرحمه وانا يعني ترى يعني بفضل مربين الكويت انا طلعت اي نعم واي شيء انا حاضر عند الشوف اللي يبونه حاضر وانت وبعد ما قصرتوا يعني انيمال فاكتوري خلاص يعني صارت شيء مهم لكل هاوي الله يرحمه والله ما قصرتوا يعني دعمتوا المربين علمتوا الناس انه ترى في مربين بالكويت شوفوهم في ناس يعني واحد يربي ما مو صبح لكن انتوا طلعتوا ناس يعني ولا قصرون فيهم لكن طلعتوا الجمال هو الجمال موجود بس انتوا اعطيتوا النكشه الحلوه على قولتهم اعطيتوا لمساتكم الحلوه يعني اعطيتونا اثاره بالموضوع وبيض الله وجهكم ما قصرت الله يرحم والديك ما قصرت ابو خالد مشكور على دعوتك الله يطول لي عمرك ان شاء الله ولنا لقاء قريب وياك وان شاء الله بنشوف البطوله ان شاء الله بتكون وصيف الوصيف وتكون تشامبيون ان شاء الله كلهم ان شاء الله ان شاء الله وتستاهل الله يطول لي عمرك مشكور الله يرحم والديك ما قصرت اعزائي المشاهدين اتمنى ان كفينا ووفينا وياكم مع ابو خالد وان شاء الله اهل البلاندنيت لكم لقاء ثاني ان شاء الله السلام عليكم